مفردات البطاقة التموينية التي غابت وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغياب الرقيب والرادع لصناع الأزمات والمستفيدين منها، حمل لم يعد المواطن قادرا على تحمله لا سيما في ظل استمرار إجراءات الحظر الجزئي والكلي. صار 7 شهور ما جتنا مواد غذائية من شهر السابع 2020 لحد هذا الشهر الثاني 2021، فأرجو أنه باوع على حال المواطنين، باوع على حال الشعب، يعني تدير بال على الشعب، يعني تجيب لنا مواد غذائية، لأن المواطن خطية. أصبح الاقتصاد مالنا كله متدمر، يعني متدمر إلى حد النهاية. نطالب يعني بتخفيض أسعار السوق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني المواطن العراقي والله خطية، يعني منا حظر، منا السوق مرتفع، يعني شاكل شيشرب ما أعرف. حكومة محافظة صلاح الدين التي عدت غياب مفردات البطاقة التموينية سببا رئيسا في ارتفاع الأسعار، عملت على تشكيل لجان متابعة للحد من استغلال المواطن هذه الفترة. اليوم البطاقة التموينية تمر بتعثر كبير وعدم توريدها المواطن بالفترة السابقة. احنا اليوم شكلنا لجان من الأجهزة الأمنية اللي معنية بهاي القطاعات الاقتصادية المهمة، وأكدنا عليهم بالنزول ميدانيا لمراقبة الأسعار، مراقبة المواد المفقودة من السوق، مراقبة أي خلل يحصل في السوق من أجل رصدها ومعالجتها بالصورة الصحيحة. بين كل هذه الأسباب والمسببات وبين صناعها، يبقى المواطن وإن كانت ليست بالمعلومة الجديدة هو الخاسر الأكبر والضحية الأولى. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.